السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد من قناه الاختراع المصري. اولا احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب ومتابعيني اول باول. ثانيا فيديو النهارده بمناسبه الشتاء والثلج اللي احنا فيه ده، هنتعرف مع بعض ان شاء الله ازاي نعمل دفايه بسيطه جدا جدا وبمبلغ لا يزيد عن 20 جنيه 15 ل 20 جنيه. الادوات اللي هنحتاجها موجوده في اي منزل. هنحتاج لمروحه فانا بتاعت الكمبيوتر اللي هي دي، تمام؟ وهنحتاج للمبة 100 وات دي، تمام؟ وهنحتاج لسلك، سلك نحاس، وهنحتاج لفيشة ودوائر، وهنحتاج لجدر نسل زيادة، جدر مية أو كرتونة موجودة في البيت، كرتونة شيبسي أو أيا كان أي كرتونة، وهنحتاج لورق زينة زيادة نزين بالجردل او نرشه اسبريه، تمام؟ عشان نغير منظره بس. وهنحتاج ورق المونيا بتاع المطبخ. قبل ما نبدا فيديو النهارده ونتعرف مع بعض ازاي نعمل دفايه بادوات منزليه سهله جدا جدا، احب افكر جميع المشتركين والمشاهدين الجدد بالمسابقه اللي انا عاملها على قناه اختراع مصر. المسابقة خاصة للمشتركين معي على قناة الاختراع المصري، وتعتبر مكافأة مني على دعمين متواصل بجد تستحق أكتر من كده. شروط المسابقة هي: 1- عمل لايك للفيديو، 2- الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك، 3- مشاركة الفيديو مع الأصدقاء على الفيسبوك، 4- تعلق على الفيديو وتقول رأيك بكل صراحة، لازم تعلق عشان أقدر أوصلك، وإن شاء الله في 3 فائزين معايا كل أسبوع، والفائز عشوائي وليس اختياري، الفائز فقط هو من يتم من شروط المسابقة، والهدايا عبارة عن سماعة بيتس ونظارة الواقع الافتراضي وساعة اندرويد وساعة ابل وموبايل سامسونج S7 وموبايل ايفون 6 بلس. لا تنسى شروط المسابقة واتمام الشروط، وهارد لك للجميع، ويلا بينا نتابع فيديو النهاردة. اول حاجة هنعملها نغلف الجردل بالمنظر ده كده بالبلاستيك او زي ما قلت بالسبراي، تمام؟ بعد ما زينا الجيركن بالمنظر ده كده هنجيب ورق الالومنيوم وهنقطعها حتت صغيره زي كده وهنغلف الجيركن من جوه بيها بالمنظر ده باستخدام الشمع، مسدس الشمع. زي ما حضراتكم شايفين غلفناها المونيا من جوه فرد الحته دي بس المنطقه دي. طيب هنفتح فتحه دلوقتي للدواية، هنفتح لها فتحه من هنا، تمام؟ باستخدام المقص او اي حاجه زي ما حضراتكم شايفين فتحنا فتحه للدواية. هنشيلها تاني دلوقتي وهنغلف دي بورق الالومنيا تاني وبعد كده نركب اللمبة، وبكده هنكون غلفنا من جوه كلها الالومنيا، تمام؟ هنفتح بقى الفتحة دي بقى كده بالسكينة زي كده قبل ما نركب الدوائر هنركب السلكين، هنوصل السلكين الكهرباء فيها، تمام؟ هنا هنوصل الدوايه بالكهرباء زي ما حضراتكم شايفين. طبعا توصيل الدوايه سهل جدا، تمام؟ بعد ما غلفناها من جوه بورق الامونيا الارضيه والجناب وركبنا اللمبه كده الدوايه بالمنظر ده، هنجيب حته كرتون
كده. وهنغلفها هنا برضو بورق الألمونيا. زي ما حضراتكم شايفين غلفنا الغطاء بالورق الألمونيا. هنجيب المروحة بتاعت الكمبيوتر وهنفتح لها فتحة في النص هنا كده. هنفتح دي. بعد ما فتحنا الفتحة زي ما حضراتكم شايفين كده هنركب المروحة باستخدام توت الشمع. ونتأكد قبل ما نركب المروحة نجربها نتأكد ان الهواء اللي بيطلع لبره مبيدخلش لجوه. تمام. ونقفل حوالينا كويس بمسات الشمع. وكده زي ما حضراتكم شايفين ركبنا المروحة وفتحنا فتحة هنا من ورا الألمونيا. تمام. هنركب بقى الغطا ده هنا. قبل ما نركب الغطا ده هنركب اللمبة. هنركب اللمبة في الدواير. تمام. بعد كده هنركب الغطا ده. بعد كده هنحتاج لشاحن، شاحن موبايل او شاحن راوتر زي ده، او هنحتاج لبطارية 9 فولت زي دي كده. تمام. انا هستخدم الشاحن. هنوصل المروحة وكده بقى عندنا المروحة لوحدها وصلت ترانس او شاحن موبايل زي ما قلنا، او وصل او بطارية 9 فولت لوحدها بالمنظر ده كده. تمام. وعندنا الجردة باللمبة. هنجيب سلك اللمبة والفيش اللي قلنا عليها الفيشة الذكر، وهنوصل الفيشة. تمام. بكده يا جماعة بقى عندنا اللمبة بفيشة لوحدها، وزي ما قلنا المروحة بالترانس او بالبطارية 9 فولت. تمام. طيب هنجرب اللمبة مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين. تمام. طيب هنشغل المروحة يا كمان. هنوصل الترانس. زي ما حضراتكم شايفين المروحه دلوقتي شغاله شفاط بتشفط من جوه بتطلع هواء. طبعا بعد 3 دقايق بالظبط المكان ده الجردل هيولع بسبب اللمبه والالومنيا. بعد 3 دقايق الهواء بدا يسخن اكتر ودرجه الحراره هنا يعني الجردل يولع. نقدر يا جماعه نسيبها كده بالمنظر ده، وفي نفس الوقت نقدر نحط المروحه يعني نقدر نستخدمها الاثنين كده او كده عادي مفيش اي مشكله. بس انا من وجهه نظري ان بالمروحه احسن بكتير. اتمنى ان الفيديو يكون واضح وان يعجب الجميع. طبعا لو عايز تنسوا عمل لايك للفيديو واشتراك معايا على قناه الاختراع المصري، وما تنساش المسابقه او شروط المسابقه وهي عمل لايك وشير، انك تشارك الفيديو مع الاصدقاء، وانك تشترك معايا لو ما كنتش مشترك، وتعمل تعليق. اهم حاجه تعمل تعليق عشان لو انت من الفائزين اقدر اوصل لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.